مرحبا جميعا مرة ثانية، معاكم جاسر مصطفى. حكينا في الانترودكشن تبعتنا عن الكورس انه احنا راح نحكي عن موضوع البيم، وراح نتعرض لمصطلحات كثيرة او راح نتعرض لتفاصيل اكثر عن موضوع البيم. اليوم ان شاء الله راح تكون اول محاضرة من هذا الكورس واول فيديو راح يتم نشره. دائما كنا نسمع انه احنا كاركتكتس وكانجينيرز انه احنا بدنا نشتغل على برامج كثيرة او على سوفت ويرز كثيرة نستخدمها عشان احنا نقدر نطلع من البروجكت او نقدر نطلع بالبروجكت من بداية من مرحلة انه الكلاينت طلب هذا البروجكت وحكى شو هي الثوتس الموجودة في راسه عن المشروع اللي بده ايانا نعمل له اياه. خلال الهيستوري كامل تبع الانجينيرينج والاركتكتشر اللي انا ما راح اخوض فيه كتير في هذا الكورس بس راح احكي عنه شوي، بلش المهندس المعماري انه يلبي احتياجات الكلاينت تبعه باستخدام المهارات المانيوال، سواء عن طريق الرسم بالقلم او تي سكوير او المرسم او وات ايفر كانت التول اللي راح يستخدمها، بس كانت عمليه التصميم تم مانيوال، كان عمليه الرسم كثير صعبه، عمليه التعديل كثير اصعب، عمليه توصيل المعلومات، عمليه توصيل المخططات، عمليه انك انت تضمن انه كل المعلومات تمت معالجتها وتم شمولها او تم احتوائها في المخططات اللي انت عم تشتغل عليهم كانت شوي صعبة او كانت كتير صعبة. هلأ بعد فترة او بعد وقت لاحظ الناس انه هم بحاجة لتطوير هاي المهنة، فظهر عملية ادخال الكمبيوتر للفيلد تبعنا وصار عندي مصطلح كان بوقتها هو كتير بومين، كان كتير خارق اللي هو الكاد which is computer aided design او drawing. فظهر عندي مثلا برنامج الاوتوكاد اللي كان عبارة عن جنب كتير هائلة من انه انا بشتغل مانيوال لاني انا اشتغل بالكمبيوتر، وكان يحل مشاكل كتير وكان يعطي وقت كتير اقل من الوقت اللي بيحتاجه المهندس في المانيوال دروينز، سواء كان في عملها او في تعديلها او في توصيل معلومة وضمان وجودها. لكن بعد فترة كتير كبيرة بلش المهندس يلاحظ انه انا برضو لسه عم تطلع عندي مشاكل كتير كبيرة من الكولابوريشن او الكوردينيشن يوزنج الكاد سيستم او الاوتوكاد او المانيوال، يصير ضياع للمعلومات، بصير خربطة او هيومن ايرور كتير عالي، فبينزل البروجكت على السايت بصير مشاكل خلال عملية الكونستراكشن فبيكون الكوست تبع تعديلها كتير كبير، ومشاكل تانية اكبر بتصير من خلال هاي العملية. فصارت الحاجة لتطوير منظومة جديدة، هاي المنظومة تحاول توجد بيئة معينة لوجود المعلومات، كل المعلومات تكون في هاي البيئة او كل المعلومات تكون في هاي المنظومة موجودة في مكان واحد، كل الستيك هولدرز تبعت هذه المنظومة او تبع هذا البروجكت لهم اكسس على هاي المعلومات بأفضل الليفلز تبعت هذه المنظومة، انه كل الستيك هولدرز من اي مكان سواء في نفس الموقع او في مواقع مختلفة يكون لهم اكسس على المعلومات الموجودة في البروجكت لحتى يقدروا يعدلوا عليها او لحتى يقدروا يعمل ريكورد الانفورميشن اللي هم عم بضيفوها او للتعديلات او الكومنتس اللي عم بحطوها على البروجكت كلها في مكان واحد، فبصفي ضياع المعلومة او للدروب للمعلومات اللي عم بتصير او تناقلها كتير اقل، مستوى الكوردينيشن بصير كتير اعلى، كمية الكلاشز اللي ممكن تطلع في البروجكتس كتير اقل، فبتقل كمية المشاكل اللي ممكن تطلع عندي في السايت، فبقل الكوست تبع عمليات التعديل اللي ممكن تكون في الموقع وانا عم بشتغل على هذا البروجكت. فباختصار البيم which is building information modeling هو عملية خلينا اترجمها حرفيا، هي عملية البناء من خلال المعلومات، اني انا اعمل نموذج فيرتشوال للبروجكت تبعي يحتوي على كل المعلومات اللي ممكن تكون لها علاقة في البروجكت لحتى يضمن نجاح هذا المشروع. هذا باختصار which is building مبنى او عملية بناء، information هي معلومات ان انا بستخدم المعلومات الكاملة عن البروجكت والصحيحة، والريكورد للهيستوري كامل of information عن البروجكت تبعي في one cohesive whole، مكان واحد شامل لكل المعلومات الموجودة. وموديلينج هي عملية بناء الفيرتشوال موديل اللي انا عم بحكي عنه. بهاي البساطة احنا ممكن نعرف موضوع البيم. موضوع البيم مش مصطلح جديد، هو موجود من فترة كتير طويلة، بدأ العمل على المنظومة هاي بعام يمكن السبعينات، بعدين بلش التطور راح توصلنا لنحن فيه اليوم.
فلو احنا بدنا نرجع لواحد من السورسز اللي هو كتير هلا صار له علاقه بموضوع البيم اللي هي شركه اوتوديسك، ممكن نحن نعرف شوي شو ممكن اوتوديسك تكون بالنسبه لها موضوع البيم.